اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا. انا مي الشرقاوي وهقدم لكم اهم الاخبار الرياضيه اللي حصلت النهارده. لسه بطولة كاس العالم احداثها مستمره، واللي بدات النهارده باكتر مباريات كاس العالم اثاره، وهي مباراه الكاميرون وصربيا في المجموعه السابعه، واللي انتهت بالتعادل 3-3. المباراة بدأت بتقدم الكاميرون بهدف، وبعدها سجل منتخب صربيا 3 أهداف متتالية، لكن الكاميرون نجحوا يرجعوا للماتش بسرعة وسجلوا هدفين كمان عشان تخلص المباراة بالتعادل. ونجح أبو بكر في تسجيل هدف وصناعة هدف آخر عشان يكون البديل الأول في تاريخ كاس العالم اللي يصنع ويسجل، ونجح أبو بكر أنه ياخد جايزة أحسن لاعب في المباراة. وفي نفس المجموعة لعب المنتخب البرازيلي أمام سويسرا الساعة 6، والمباراة خلصت بفوز منتخب السامبا بهدف نظيف أحرزه كاسيميرو. كمان كان في مباراتين في المجموعة الثامنة والأخيرة، بدأوا مباراة غانا وكوريا الجنوبية الساعة 3، واللي خلصت بفوز غانا بنتيجة 3-2. وانتهت مباراة النهارده ماتش البرتغال واوروغواي بفوز البرتغال بنتيجة 2-0. ولسه مكملين في اخبار كاس العالم، وبكره هيبقى بداية الجولة الثالثة والاخيرة في دور المجموعات، واللي هتحسم الصعود لدور 16 في النهائيات، وهتلاقي ماتشين الساعة 5 والماتشين التانيين الساعة 9. الساعة 5 هيلعب السنغال ضد الإكوادور، وقطر ضد هولندا. تعالوا نشوف تصريحات اليو سي سي مدرب السنغال وتصريحات الفارو مدرب الإكوادور، ونرجع لكم تاني. لن أخبركم بالتغييرات التي سأقوم بها. منتخب السنغال فريق جميل كما ذكرت، ولن نبالغ في التفكير في مباراة الغد، فنحن نعلم أنها مباراة حاسمة ولا بديل أمامنا إلا الفوز إذا أردنا الاستمرار في البطولة. فهذا فريق نحترمه، وكما ذكرت نحن على أتم الاستعداد، ونأمل أن نتمكن من الفوز بالمباراة غدا. لسنا على بعد خطوة من التأهل، نحن أقرب بخطوة إلى الخروج. ما نحتاجه هو السير خطوة لندخل في الحسابات، والسنغال ستفعل الأمر نفسه. مباراة الغد ستكون شرسة من جوانب عديدة، ولذلك بالنسبة لي لحظة انتهاء مباراة هولندا انتهى كل شيء بالنسبة لنا، وبدأنا مرحلة مختلفة تماما من التخطيط لهذه المباراة التي ستكون متوترة وفي غاية التوتر. سندخل بعقلية الفوز في المباراة، ولن نلعب من أجل التعادل. نحترم السنغال وكل الفرق، لكن السنغال بالتحديد لأنهم فريق جيد جدا. أعتقد أن السنغال لديهم مدرب جيد وأفكار واضحة بخصوص ما يريدون فعله، وتمكنوا من إعادة أنفسهم بعد الصدمة التي كانت بإصابة ساديو ماني، وعادوا وفي مرحلة ما خسروا في مباراة، مع أننا شعرنا أنه هولندا كانت عاجزة عن تفكيك دفاعهم. تعافوا بسرعة وعادوا، وسنبذل كل جهدنا للفوز. وبعد ما شفنا تصريحات مدربين السنغال والإكوادور، نروح نشوف المؤتمر الصحفي لمباراة قطر وهولندا بتصريحات فان خال مدرب هولندا، ودي يونغ لاعب هولندا، وفيليكس سانشيز مدرب قطر. أعتقد أن كل مباراة مختلفة عن الأخرى، ومجددا أتفق مع الانتقادات لأن هذا بالضبط ما كان يدور في ذهني. علينا أن نتحلى بالقدرة على التعامل مع ذلك وفي كل مباراة وبمقدور لاعبي فعل ذلك. إنهم قادرون على القيام بكل شيء، لا يعني ذلك أني حزين بسبب النتيجة. وهل أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة؟ لا، بل الفريق سيقوم بجهد أكبر خلال الدقائق 90 القادمة، ويحاولون تطبيق ما اتفقنا عليه في التدريبات. ولذلك من وجهة نظري أن ما حدث أمام الإكوادور كان الاستثناء وليس القاعدة. بإمكاني أن أجيبك بطريقة واحدة، وأحرص على أن يبلغ أعلى مستوى له، أحرص على أن يبلغ جميع اللاعبين
اللاعبين أعلى مستوى لهم، وأحرص على أن يبلغوا قمة مستوياتهم بالعموم. أنا قادر على فعل ذلك مع جميع اللاعبين الذين يلعبون في مركز معين. أعتقد أن لدينا تشكيلة ممتازة، وأظهرنا ذلك في مناسبات عديدة. تجنبنا الهزيمة في 17 مباراة على التوالي، ولذلك دلالات. لدينا الكثير من الأهداف في كأس العالم، لدينا 4 نقاط وواجهنا خصمين ممتازين، لذلك فنحن في موضع جيد على الرغم من أننا لم نلعب بشكل جيد في مباراتنا الأخيرة. لذلك تحدثنا كثيرا في الفريق حول ما نريده وما نريد تحسينه في المباراة الأخيرة، ونحن نلعب بشكل جيد وكل اللاعبين مليئين بالثقة. الأمر يعود لنا لنظهر أفضل ما عندنا في المباراة. لقد لعبنا أمام منتخبات كبيرة، ولعبنا ضد بطل أفريقيا وضد الإكوادور الذي يعد من أفضل 3 منتخبات في أمريكا. لقد كانت مجموعة صعبة بالنسبة لنا، ولعبنا في بعض الأحيان بشكل جيد وأردنا أن نكون الأفضل. لست مضطرا إلى إدانة أو لوم أي شخص بسبب الأشياء التي حدثت. فيما يتعلق هل سأبقى مدربا بخطر، لا أستطيع الإجابة على ذلك. فلدي مباراة في الساعات القليلة القادمة، ولا أحد يعرف ما ينتظرني في المستقبل. أنا سعيد جدا وفخور بوجودي هنا لتمثيل قطر في كأس العالم. كمان الساعة 9 إيران هتلعب ضد أمريكا، وويلز هيواجه إنجلترا. تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي لمباراة إيران ضد أمريكا ونرجع لكم تاني. إذا كنت لا تزال تعتقد أن بعد 42 عام في هذه المهنة كمدرب أنني أستطيع الفوز بالمباريات من خلال تلك المعارك النفسية، فأنت على خطأ، ولم أتعلم شيئا من هذه اللعبة. الأحداث الجماعية التي تحيط بكأس العالم هذه أأمل أن تكون درسا جيدا لنا جميعا في المستقبل، وأنه في هذا الحدث سنتعلم أن مهمتنا هنا هي خلق الترفيه، أو على الأقل جعل الناس السعداء خلال 90 دقيقة. إنه منتخب ملتزم. إنها نتائج 8 سنوات من العمل الإيراني لتكوين هذه المجموعة من اللاعبين. لديهم ربما 7 لاعبين ممن شاركوا في المونديال السابق، ولذلك فإنهم يتمتعون بالاستمرارية. فريق جيد جدا في الهجمات المرتدة، ويمتلكون لاعبين مميزين في الهجوم مثل سرداد ومهدي. بالنسبة لي هم فريق قوي ومدرب بشكل جيد. المدرب كارلس كيروش رجل نشأت على احترامه، كما تعلم عندما فاز بكأس الأمم الأوروبية دون 20 عاما مع البرتغال مع تلك المجموعة الرائعة من اللاعبين الذين كانوا معه. أعتقد أنه فريق جيد للغاية، وستكون مباراة صعبة كما سبق وصفتها بمباراة خروج المغلوب. هم في موقف إيجابي يحتاجون إلى تعادل، بينما نحن نحتاج للفوز، مما يجعلها مباراة صعبة علينا. وبعد ما شفنا تصريحات المؤتمر الصحفي لمباراة إيران وأمريكا، تعالوا نروح نشوف المؤتمر الصحفي لمباراة ويلز وإنجلترا. بالطبع نحن خائب الأمل من النتيجة بالخسارة أمام إيران وبعض المستويات التي قدمناها، لكن هذه هي كرة القدم. نحن نشارك في كأس العالم أمام منتخبات جيدة، ولكن الشيء الوحيد الذي أكون متأكد منه هو أننا سنعطي دائما 100% من جهدنا، ولذلك عملنا بجد من في الأيام الأخيرة في محاولة لتحسين الأمور، كما قمنا بتصحيح بعض الأمور لأننا لا نريد المغادرة. فعلينا مواصلة العمل ونأمل أن تسير الأمور في مصلحتنا. تألمنا بعد المباراة الماضية وكان الجميع صامتا في اليوم الذي تلاها، لكني أعتقد أننا نمتلك بعض الشخصيات القوية
في الفريق، فالجميع يعمل والطاقة في أعلى مستواها، وكانت التدريبات جيدة في الأيام الأخيرة، ولذلك نحن في حالة معنوية جيدة بكل وضوح. إنها أكبر بطولة في كرة القدم، فعلينا تجاوز الأمر وتكرار المحاولة. وهنخرج برا كاس العالم ونروح لأخبارنا المحلية. النهاردة الصبح النادي الأهلي واصل تدريباته بدون راحة، رغم أنه لعب مباراة قوية جدا أمام المقاولين واستمرت 120 دقيقة بس مش 90 دقيقة، بعد اللجوء للأشواط الإضافية بسبب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1. قال عمل تدريبات استشفائية للعيبة اللي شاركت أساسي أمام المقاولين، وعمل تقسيمة قوية جدا للعيبة اللي ما شاركتش في ماتش امبارح. وقرر المدرب السويسري ان بكره الفريق ياخد اجازه 24 ساعه، بعدها يرجع للتدريبات يوم الاربعاء عشان يبدا استعدادات المباريات طلائع الجيش المقرر ليها يوم الجمعه الجايه في الدوري. الاهلي هيستعيد لعيبته قويه ومهمه جدا في الماتش اللي جاي قدام طلائع الجيش زي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم واكرم توفيق واللي غابوا امام المقاولين للاصابه. ومن أخبار الأهلي لأخبار الزمالك، اللي النهاردة برضو واصل تدريباته تحت قيادة فيريرا اللي رجع مصر مرة تانية لقيادة تدريبات الفريق. الزمالك بيستعد لمباراة المصري المقرر ليها يوم الخميس اللي جاي في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، بعد ما فاز على المصري في كاس مصر يوم السبت الفائت. الزمالك هو كمان بيفقد عدد كبير من لاعبته بسبب الإصابات، أبرزهم الوينش وفتوح ودونجا ومحمد عبد الغني وعبد الشافي وشيكابالا وزكريا الوردي.